السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا النهارده عن احدى امهات المؤمنين، هي صفية بنت حي. صفية بنت حي، نشأت صفية في بيت ابيها حي ابن اخطب زعيم بني النضير واحد علماء اليهود، وكان حي يكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرها شديدا رغم علمه بانه نبي من عند الله، وكثيرا ما نقض عهده مع المسلمين وخاض معهم حروبا كثيرة. تمام. ولما كبرت صفية تزوجت سلام ابن مشكم وكان شاعرا، ثم تزوجت بعده كنانة ابن أبي الحقيق وكان شاعرا أيضا، وكان يكن العداوة أيضا للإسلام والمسلمين. وذات ليلة رأت صفية في المنام كأن قمرا سقط في حجرها، فلما أخبرت زوجها لطمها على وجهها وقال لها: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة؟ تمام. كان اليهود يكيدون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خيبر، فتوجه إليهم، وكانت خيبر أكثر عددا وأشد حصونا، لكن الله نصر المسلمين على اليهود وقتل كنانة ابن أبي الحقيق زوج صفية، ووقعت صفية في الأسر. وأخبر أحد الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقوع صفية في الأسر، فأعتقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزوجها تكريما وتشريفا لها، لأنها كانت ابنة سيد من سادة اليهود، ولأن نسبها ينتهي إلى سيدنا هارون عليه السلام. ولما دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى في وجهها خضرة، فسألها: ما هذا؟ فأخبرته أن هذا من أثر اللطمة التي لقى وشها مغدر شوية، هذا من أثر اللطمة، حيث قصت على زوجها السابق خبر الرؤية. وكانت السيدة صفية رضي الله عنها شديدة الاهتمام بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما كان يعتكف في المسجد في شهر رمضان كانت تذهب إليه وتتحدث معه في المسجد. كانت السيدة صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة، فقد روى أن جارية لها أتت عمر ابن الخطاب فقالت أن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر فسألها، فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به يوم الجمعة، وأما اليهود فإني لي فيهم رحما وأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعتي؟ اللي خلاك عملتي كده؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة. وكانت رضي الله عنها سخية كريمة، فقد أهدت إلى السيدة فاطمة الزهراء وبعض أمهات المؤمنين حلقات من ذهب، وتصدقت بثمن دراها قبل وفاتها، تصدقت بثمن الدار بتاعها قبل وفاتها. تمام. وفي وقد روت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وتوفيت رضي الله عنها سنة 50 هجريا 670 ميلاديا في زمن معاوية، ودفنت بالبقيع. دي السيدة صفية بنت حي، ودي يهودية إحدى أمهات المؤمنين، تزوجت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتقابل إن شاء الله في قصة جديدة. مع السلامة.